الحل الذي اقترحه واتبناه في برنامجي للعشوائيات ان احنا هنعيد بناء العشوائيات اللي موجوده في القاهره في نفس اماكنها بطريقه جديده، هنستخدم فيها التوسع الراسي. هحصر لولا دي سيلفا برضو كان عنده تجربه مهمه في العشوائيات بالظبط. هنعمل ايه؟ احنا هنلاقي المربع ده في العشوائيه فيه 1000 واحد، ال 1000 واحد عاوزين 1000 شقه. لو قسمناهم على 100 عماره يعني احنا محتاجين كام؟ 10 عمارات؟ هنبني ال 10 عمارات بناء محترم راقي في منتهى الجمال، ونوصل له الغاز الطبيعي والصرف والميه والكهرباء وزكاه الارتفاعات. تبقى رئيس الجمهوريه اللي متبني هذا المشروع هيدي اوامر بانهم يعطوا الرخص، ومش هكلف الدوله المصريه حاجه. ازاي؟ طيب العماره دي مطلوب يبقى فيها 10 شقق مثلا لعشرة من المقيده اساميهم في المنطقه العشوائيه دي. كويس قوي. انا هاجي اسند عمليه تطوير العشوائيات لمجموعه من الشركات اللي قايمه على خطط اللي مقدمها المطورين العقاريين في التخطيط العمراني. مطورين عقاريين. الشركات اللي هاسند اليها وفق كراسه مواصفات محدده تلبي احتياجات اهلنا سكان العشوائيات، هقول له سلمني هذه العمارة أنا عاوز فيها 10 شقق في 5 أدوار، لكن أنا هسمح لك تبني دور أرضي تجاري وتبيعه لحسابك محلات، وهديك دورين أو 3 أو 5 في نفس العمارة هيبقوا بتوعك. أما يجي المطور ده يعمل حسبته الاقتصادية هيكتشف إن هو أما يبيع الدكاكين والمحلات اللي في الدور الأرضي والأدوار الزائدة هيبقى سلم لسكان العشوائيات شققهم العشرة في 5 ادوار في عمارة من 10 ادوار. انا حليت مشكلة العشوائيات، ساكن العشوائيات انتقل لمجتمع فيه سكن متحضر كريم، والمطور حقق ربحية في هذا المشروع.